المسيرة الفنية ديالي ملي كنت بقى صغيرة، وكانت عندي موهبة صغيرة، ودابا الحمد لله معا كنكبر مع شي شوية كتكبر معايا. وأنا كيعجبني رسم من شحال هادي، والحمد لله أنا كنرسم فواحد الساحة أما أصيلة، وكنتمنى يجيو الناس يشوفو من عندي اللوحات ونولي مشهورة عالمية إن شاء الله يا ربي. شاركت معارض ولكن محدودين ماشي عالمين، ولكن كنتمنى نوصل لوحات ديالي المتاحف كبرى، لان كندير شي الحمد لله كندير فن زوين يعني الناس كيبغيوه. كنتمنى الموهبه ديالي توصل للعالم ان شاء الله ربي، ويجيو الناس يشوفو من عندي اللوحات ديالي باش نعاون الحياه ديالي. انا بعد رسم اللي كنرسم دابا به كنترضى الله، كنخلص منه الكراب، كنصرف منه على راسي، وكنشرب منه الدواء. كاين شويه البيع ضعف شويه، ولكن كنتمنى من المشجعين ديالي يجيو يشجعوني ويشوفو من عندي اللوحات باش نعاون الحياه ديالي. انا 20 عام انا كنرسم، ولكن باش جيت أصيلة 16 عام دابا استقريت في أصيلة. كاين شي إقبال على اللوحات ديالك في طرف الزوار؟ بالنسبة للوحات ديالي اللي كتعجبو كتشري لوحة كيشريها لي على حسب الضوء ديال الإنسان. بعض مرة كنبيع بعض مرة مكنبيعشي، كتجيبها شهر كنا كنخرج مكنبيعشي بعض مرة. المهم كنحاول كيف نديباني الحياة ديالي، وخا صعيب عليا بزاف، ولكن ما عندي ما ندير، ما كاينش اللي كيعاوني غير ربي العالمين والتشجيع ديال راسي الفن. ومن بعد مره كيجيو يشوفو من عندي، بعد مره على حسب كاين الحمد لله. شوف ضل ربي العالمين، انا جبرت واحد موهبه كان ناكل فيها ديال الخبز الحمد لله. واش كتحس بالراحه وصيله كترسم بالاصابع ديال رجلك، ولا كتحس بالتعب؟ واه حتى حاجه ما سهله، صعيب بزاف، ولكن ما عندي ما ندير، ما كاينش البديل. عاد الرسم موهبه زوينه الحمد لله، كيعجبني نرسم، والناس كنتعذب ورجلي صغيرين وضعافين، ودرت لهم العمليات وخا كنستحمله وكنرسم، لان ما عنديش البديل. وكنرسم باش نزيدو الناس يعرفوا كريمه ويعاونوها، لان لولا الله سبحانه وتعالى والمواطنين انا ما قدرتش حتى نجبد حتى درهم خبزه ناكله الصراحه الحمد لله. كريمه شحال السن ديالها؟ عمري 45 عام. يعني خلقتي هكا والحمد لله الحياه كتستمر. من سنة بديت كتمارس التسكين؟ ما كنت صغيرة كان في عمري 15 عام عمر، ولكن كنت كنلعب، ما كنتش كندير بحال هكا معارض، كنت كنرسم هنايا، ما كنتش كنت كنلعب بجيلاتي، وكنت كنرسم شي حاجة صغيرة وصافي. شوية الإنسان كيتعلم، ولكن ما مشيتش مدرسة غير بوحدي هكا، لا جامي اتجهت وزارة الثقافة، عمري ما درت حتى بطاقة الفنان، ما عنديش لما كاول ما يعطوها لي شي كاول ما نعرف ما يعطوها لي شي ولا ما نعرف، لان ما كاينش غير انا اللي رسام، ما كاين بزاف الحمد لله المواهب. كنت برشا شكون اللي شجعني، شكون اللي عاوني، شكون اللي قدم لي المساعده باش نكبر الموهبه ديالي. بزاف د الحاجات، ولكن الحمد لله انا بالنسبه لي بوحدي كنخرج لوحات هنايا، كنرسم هنايا، حتى الدار كلشي كندير انا برجلي، صعيب عليا، ولكن ما عنديش شكون اللي ما درتش هكا، ما عندي اللي طيت شي حاجه، كل الحمد لله احنا غاد بالحياه حن الله. شنو الطموح ديالك؟ ماشي لا في ديالك ولا تبقى هكذا في الساحه؟ لا، كنتمنى يكون عندي لاتولي، وكنتمنى ندير معارض في اعز كبارين، وكنتمنى يكون عندي حتى انا شي شقه صغيره نسكن فيها، وكنتمنى يكون عندي الحياه بحال الناس ولو غير شويه. دابا حتى الكرا كنتقاتل معاه باش كنجمع فلوس ديال الكرا، والله العظيم ربي هو اللي يعلم، ولكن الحمد لله كل كريم 2000 درهم بالموضه كنخلص بالموضه تقريبا 2000 درهم، وانت كتعرف الشهر كيطير وعلى المسؤوليه ديالي والحمد لله.
دابا هي جات مؤذن نخلصها ويحن الله يحن الله. الرسالة اللي توجهها للمسؤولين اللي عنده شي موهبة يستمر بها. بالنسبة للمسؤولين انا الحمد لله مسؤولة راسي راسي، ما كيهتموش بكريمة، لو اهتمت شي كريمة وراسها راسها ما كيناشي. ولكن كنتمنى الملايين الصحافة كيجيو يصوروا معايا نفس الأسئلة كيسؤال، أنا كاين حتى واحد كيوصل للهضرة ديالي كنخليها هكا وكمال الله سبحانه وتعالى. كنجي بكري شوية، ولكن الأيامات كنجي معطلة حيت عندي مشكل في الدار، عندي مشكل ديال دوك حياتي. كنجي مور الظهر، كنجي مور الظهر كنجي. فداك وشكرا، كنتمناكم التوفيق وكنتمنى كلامي يوصل للعالم. وشكرا، كنتمنى اللي عنده موهبه يستمر فيها واخا ما عندوش حتى حاجه يعني يستمر فيها. انا الحمد لله ما كان عندي حتى شي حاجه، يعني استسلمت شي، والحياه ماشي استسلام، الحياه مكافحه، والانسان خصو يكافح، وخا يكون كيما كان نوع الانسان ما خصوش يستسلم للحياه.